أنا من خلالي أو من وراء الكاميرا الإخوة الفضلاء جدا، ودعني أزف بشرى فإن مخرجنا الأستاذ محمد محسن قد رزق بأمورة بنوتة وأسماها هنا، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلها هناء عليه وعلى زوجته وعلى الأسرة وعلى الجدود الجد والجدة من الأب ومن الأم، وأن يجعلها بإذن الله اسم على مسمى تدخل الهناء بمجرد ولادتها، وهي بإذن الله تعالى هانئة سعيدة في الدنيا. نسأل الله لها أيضا أن تكون هانئة في الآخرة، وأن يكون معها والدها ووالدتها وجدودها والمسلمين أجمعين. أنا حقيقة لما بلغت بالخبر فكتبت أبيات صغيرة هدية لهنا، وأسأل الله جل وعلا أن تبقى في التاريخ تسجل وتراها حينما تكبر، لأن هي عمرها يومين، فطبعا مش هتفهم حاجة دلوقتي يا حبيبتي، لكن بهديها لمحمد ولزوجته الفاضلة، وتبقى لهنا أول ما تتكلم وتفهم تشوف اسمها الجميل على الشاشة. فبهني محمد محسن حقيقة له جهد مبذول معنا رائع يعني. سبحان الله نبت الحسن. آمين. وأن يقر عين والدها ووالدتها بها، اللهم آمين يا رب. آمين يا رب العالمين. أنا عملت لها أبيات كده بعد إذن الشيخ، بقول لها بوركت يا هنا يا منتهى المنى، بوركت يا هنا يا منتهى المنى، يا فرحة العمر يا روحي يا هنا، يا فرحة العمر يا روحي يا هنا، يا قلبي الحاني يا قلبي الحاني، يا دنيتي أنا يا روحي يا هنا، بوركت يا هنا يا منتهى المنى، بوركت يا هنا يا منتهى المنى، يا فرحة العمر يا روحي يا هنا، يا فرحة العمر يا روحي يا هنا. وعلى على الهناء وعلى الهنا وبمنتهى الهنا، يا رب تكوني محجبة يا هنا بحجاب ربنا الجميل اللي أمر بيه، وتطلعي تنوري الدنيا بحفظك كتاب الله، تفرحي أبوك محمد وأمك، ويجعلك قرة عين يا بنتي، ربيكي تربية إسلامية وتقديم الإيد على الجنة زي ما وعد النبي صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله جل وعلا لكل أب عنده ضمير وعنده دين، أقول له احفظ بنتك، احفظ عرضك، احفظ زوجتك، احفظ أختك، احفظ أمك. السؤال صعب أمام الله سبحانه وتعالى، بكرة حساب قوي جدا بين يدي الله. أسأل الله جل وعلا أن ينجينا وإياكم في هذا اليوم العظيم وفي هذا الموقف الجليل بين يدي الديان، حينما تخرس الألسن وتتكلم الأعضاء ويختم على الأفواه وتنطق الجلود وتنطق الأعضاء. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ويحفظنا وأن يتجاوز عنا. بوركت يا هنا وبورك أبيك وبوركتم جميعا بكل الخير، كل الشكر لك شيخنا، صلى الله جل وعلا أن يتقبل منا وإياكم هذا الجهد المبارك، وعلى الوعد بإذن الله في حلقة قادمة نستكمل هذه السلسلة العطرة في آيات الله جل وعلا في هذا الأمر الخضم العظيم، البلاء والابتلاء. كل الشكر لكم، كل الحب لكم على خير ودين وإيمان وإسلام. نلقاكم بإذن الله تعالى في نفس الموعد الساعة الواحدة مساء في الأسبوع القادم من الواقع. أحبكم. عايشه من الواقع تريك الفارق الشاسع، بان اليوم واقعنا شراع تائه ضائع، نطل عليه من قرب بطرف شاخص دانع. نعم كان لنا قيم تقادم عهدها الرائع، تكاد اليوم أن